من موجز الأخبار ننتقل إلى أهم وأبرز الصحف التي صدرت في هذا اليوم، والبداية مع جريدة النهار. إنذار الدورة، هل بدأت اضطرابات النزوح؟ بدا الصدام الذي حصل ليل الخميس بين عدد من سكان محلة الدورة وأبنائها وعشرات العمال السوريين في معمل للخياطة بمثابة إنذار مبكر أو جرس إنذار خطير إلى احتمالات اندلاع أعمال عنف تتخذ بعدا لبنانيا سوريا عنصريا في مناطق جوالة على خلفية انفجار ملف في الأسابيع الأخيرة تضخم النزوح السوري وتحوله إلى أعصار كارثي. وغدات هذا الصدام الذي بالكاد تمكن الجيش من احتوائه قبل أن يتمدد إلى مناطق أخرى ويتفجر أمس أيضا بمواجهة ليلية مع سوريين في منطقة السبتية، بدا المشهد الداخلي برمته على قدر كبير من الاضطراب الأمني والسياسي والإعلامي الذي أثاره ملف النزوح السوري وسط تراجع كل الأولويات الأخرى أمام تقدم القلق من اضطرابات مماثلة لحادث الدورة، خصوصا بعدما أفادت المعلومات أن الجيش أوقف أمس الجمعة 27 سوريا في الدورة إثر الإشكال. وننتقل الآن إلى صحيفة نداء الوطن، حيث عنونت بر للحزب ما في ظل ناطر. ما توافر من معلومات لنداء الوطن أمس يبين أن الاستحقاق الرئاسي ما زال في وضع الجمرة تحت رماد التعتيم في الآونة الأخيرة. وفي خلاصة هذه المعلومات أن الاستحقاق سيمضي على طريق الشعور الطويل الأمد، أو أنه اقترب من مرحلة الحسم في البرلمان بجلسة نيابية مفتوحة على دورات عدة. وتمضي المعلومات لتكشف عن تواصل جرى بين بري وحزب الله، الذي تبلغ من بري أنه لم يعد قادرا على أن يتحمل وحده الضغط الأمريكي المتزايد، قائلا ما في ظل ناطر من دون أي أفق. وسأل رئيس المجلس الحزب عما إذا كان ينتظر تطورا دوليا على غرار الحوار الأمريكي الإيراني، فتلقى جوابا بالنفي. وهنا لفت بري إلى أن مراهنة الحزب على الحوار مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هي بمنزلة نضوج طبخة بحص. ووسط إلحاح من بري طلب الحزب مهلة كي يراجع في الأمر ويستأنف الحوار مع عين التينة. وننتقل الآن إلى موقع ليبانون ديبيت. سهل وخطير، كنعان يحذر من تفجير القنبلة على أرضنا. كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في منشور على حسابه عبر منصة أكس التعاطي بملف النازحين بردات الفعل سهل وخطير بنفس الوقت وبحمل صاحبه مسؤولية كبيرة، وأضاف مش المطلوب اليوم المساهمة بتحويل النازحين لحالة عدائية معممة على كل المناطق اللبنانية والدفع باتجاه تفجير هالقنبلة على أرضنا بالوقت اللي كان لازم تتعالج من الأساس من 2011 بطريقة مختلفة مش بحدود مفتوحة وكمان بعيد عن السياسة والمصالح والاستغلال بوقتها. كما وقال تركوا الجيش والأجهزة الأمنية يعالجوا الثغرات والإشكالات الأمنية مطرح ما بيتبين كحالات معزولة. والاطلاع أكثر على المشهد السياسي معنا عبر الخط مباشرة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. صباح الخير دكتور فادي. صباح الخير لك وللمشاهدين. بداية دكتور فادي، شو تعليقك على ما حصل في غزة والمستوطنات؟ يعني تعرفي الشعب الفلسطيني مظلوم من وقت ما خسر أرضه، واللي عم يحدث هناك شغلة يعني مستمرة بهذا المخطط لتشريح أرضه. نعم دكتور فادي. ملف النازحين السوريين تفاعل ميدانيا في الأيام القليلة الماضية وأصبح يشكل خطرا، خصوصا مع حصول مواجهات بين مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين في الشارع كما حصل في منطقة الدورة والسبتية. هل برأيك من مبادرة لدى الجمهورية القوية أو أفكار لمواجهة هذه الأزمة؟ نحن وضعنا مخطط بهذا الموضوع اللي هو استكمالا لما كنا طرحناه من سنة 2013. نحن أول شيء طرحنا أنه يكون في مخيمات على الحدود بين لبنان وسوريا تنظم من قبل الدولة اللبنانية، تدعم من قبل الأمم المتحدة وتكون بإدارتها مفوضية النازحين، ولكن هالمسألة السلطة ما قبلت فيها بذلك الوقت. ورجعنا طرحنا بال 2016-17 انه يرجع يتجمعوا كل السوريين المقيمين على الاراضي اللبنانيه بطريقه غير قانونيه وينقلوا الى داخل الاراضي السوريه على الحدود كمان بعهد
المفوضية السامية، ولكن كل الأمور ما كان عم بيصير في تجاوب معها، لأنه كان تفكير السلطة بذلك الوقت هو بشكل مختلف تماما. اليوم نحن رجعنا وضعنا خطة كاملة متكاملة، لأنه ما فينا نتكل لا على الدولة ولا على السلطة ولا على الحكومة. وضعنا خطة من يعني مبنية على مراسلة كل الدول المؤثرة بهذا الموضوع، كمان المفوضية. عم بيصير تواصل إن كان بالخارج إن كان بالداخل مع كل المؤسسات والجمعيات، ورايحين نطلب بتنفيذ القوانين حتى على الجمعيات اللي عم تعيل المواطنين السوريين غير القانونيين، واللي عم يتعاطوا بأمور غير قانونية كمان، إن كان تهريب وإن كان أمور فيها إجرام، وإن كان كمان عم بيمارسوا بعض الوظائف والمهام وعم بيفوتوا على السوق وعلى الوظائف الحرة. كل هيدي عم نتابع الموضوع تنشوف كيف فينا الحقيقة نلاحق هذا الموضوع، ونقدر نرد أكبر عدد ممكن من السوريين إلى راضيهم، علما أنه ما بقى في حجة انه لاسباب امنيه موجودين بلبنان، لانه هودي مواطنين بيروحوا بيجوا دائما. هودي اجوا هلا مؤخرا، النزوح الاخير الموجه الاخيره هي بسبب اقتصادي، ولانه عم بيصير في اعاله لهم على الاراضي اللبنانيه، ونحن عم نطالب المفوضيه الساميه محل ما بتعيليهم رح يكونوا موجودين، ففيك تعيليهم على الاراضي السوريه باراضيهم وبضياعهم وبمدنهم. لسبب هيدي خطة متكاملة، طبعا في تنسيق كمان مع البلديات، مع اتحاد البلديات، اتحادات البلديات، لحتى نعمل الضغط اللازم لتنفيذ القوانين، لأنه في كتير مرات عم بيكون لبنانيين مأجرينهم لهالسوريين اللي مقيمين بشكل غير قانوني. أنا دائما أشدد بشكل غير قانوني على الأراضي اللبنانية، لأنه أنا ما عندي أي شعور عنصري، ولا عم بتداول هالمسألة من منطلق عنصري. المواطن السوري القانوني اللي نحن عايزينه واللي موجود على الأراضي اللبنانية بشكل قانوني، أنا ما عندي أي إشكالية عليه، وكل عمره موجود، ونحن كمان موجودين على أراضيهم. فلسبب أنا بأخذ الأمور بطريقة غير قانونية، فإذا كان غير قانوني لازم نلاحق حتى اللي عم بيستضيفه، حتى اللي عم بيشغله من اللبنانيين. نعم، اللامبالاة الدولية حيال ملف النازحين السوريين أصبحت أكثر من واضحة، وهناك تشجيع على عدم عودتهم إلى سوريا. هل برأيك يستطيع الداخل اللبناني حتى ولو حصل إجماع أن يجد حلا لهذه المشكلة؟ لا شك، نحن أصحاب الأرض ونحن أصحاب القضية. شو ما كان مخطط هالمنظمات هيدي، بما أنه إذا نحن متفقين وعارفين شو بدنا كلبنانيين، وعم نواجه الموضوع الأزمي بطريقة منظمة بطريقة مدروسة، ما حدا بيقدر يفرض علينا شيء. وهالمنظمات هي بإدارة أوروبية، بإدارة من دول غربية. لا شك بأنه مش هدفها أنه توطلهم هون، هدفها ما يروحوا لعندها، وما بدها تعمل سلم أو حل اليوم سياسي في سوريا. يعني مجال الحل السياسي في سوريا منه موجود، مقطوع، وما بدهم يحملوا مسؤوليتهم، يعني ما بدهم اياهم يهاجروا لعندهم. فلا سبب عم بيشوفوا انه افضل طريقه يتوطنوا بلبنان، علما انه في دول مجاوره لسوريا غيرنا مثل تركيا والاردن ودول عربيه، العراق وغيره. في كل بلد من هالدول حامل يعني مسؤوليه عدد كبير كمان من النازحين، ولكن منظمهم مش مثل عنا منتشرين بشكل عشوائي بالمدن والقرى وبالأحياء، وعم يستغلوا من قبل عصابات لبنانية كمان. يعني هن عم يعملوا وفي لبنانيين مش مقصرين كمان. فلهالسبب عدم تنظيمهم هو اللي عمل الضغط الكبير علينا. لو كان تنظموا من الأساس كان الضغط بيكون أقل، مش معناتها محلولة القصة. فإذا نحن بدنا نعمل الضغط الكبير على هالمؤسسات والمنظمات الدولية
لحتى تلاقي حل تاني. نحن ما بقينا نحمل، وفي دول أخرى بالمنطقة أكبر من لبنان وعندها مساحات شاسعة وعندها إمكانيات تستضيفهم، فعليها كمان تتحمل مسؤوليتها أمام هالإنسان السوري اللي نزح من أراضي، أولا لأسباب عسكرية وأمنية وهلا لأسباب اقتصادية. نعم، سؤال عن الاستحقاق الرئاسي المؤجل والمعطل بعد زيارة المفدين الفرنسي والقطري وانسداد الأفق والعودة إلى نقطة الصفر، هل برأيك دخلنا بمرحلة الفراغ المفتوح؟ مفتوح لا، فراغ نعم، نحن بفراغ من سنة تقريبا ومستمر الفراغ. لنعود شوي لورا، الفراغ كان مفتعل بالسابق وهو من قبل محور الممانعة اللي كان عم بيعطل كل جلسات الانتخاب 12 جلسة، وأخذ قرار مؤخر لأنه ما بيقدر يوصل مرشحه، ولأنه بده تسوية، يعني بده تسوية على مرشحه، يعني حتى إمكانية إيصال مرشحه بالأصوات ما بده إياها، بده إياها بتسوية وببيعة داخلية وأقليمية ترجع تسوي وضعه ويرجع يوضع إيده على لبنان ويرجع يمكن من براثنه من السلطة اللبنانية والشعب اللبناني. هذا محور الممانعة، هذا مخطط من الأساس. هلا هو شاف أنه بإعلام مرشح واضح بفترة ما بيكون ثبت كلامه وفرض مرشحه على الآخرين، وصل إلى أنه هذه المسألة فشلت لأنه تماسكت المعارضة بوجهه وقدرت كمان تتقاطع مع التيار الوطني الحر على أحد المرشحين، وبعده مستمر هذا التقاطع. كلنا بنعرف أنه كان في مبادرة فرنسية كمان فشلت لأنه كانت على تقاطع مع محور الممانعة، فشلت المحاولة كمان وقدرت المعارضة لحزب الله تفشل كمان كل المحاولات من داخل ومن الخارج اللي كانت جاية لصالح محور الممانعة. اليوم أصبحنا بنوع من توازن، ما حدا بيقدر يفرض مرشحه، إما بدنا نروح نرتكن للديمقراطية ونروح ننتخب رئيس، وهذا مدعى له الرئيس بري أنه يدعي لجلسة لأسرع وقت ونحتكم للديمقراطية وللدستور وما نطلع من مجلس النواب إلا ما يكون عندنا رئيس. ولكن واضح أنه محمل ممانعة منه بهذا الوارد، رغم أنه محرج جدا الرئيس بري من بعد ما أعلن أنه هو بده يدعي لجلسة واحدة مفتوحة مع دورات متتالية، ولكن كان شارطها بطاولة حوار، ما صارت طاولة حوار، ولكن الجلسة لازم تتم. اليوم نحن أمام وفد قطري، موفد قطري ومحاولة قطرية اللي عم بتحاول تستمع للكل تشوف وين ممكن تخرق. المحاولة جدية جدا، محاولة منا أخذ طرف، ومحاولة عم تجرب تجمع كافة اللبنانيين على كلمة واحدة، ولكن للأسف أنه محور الممانعة بعده متمسك بموقعه، منه بوارد لا يرتكن للديمقراطية والدستور ولا يرتكن للشراكة، بده يفرض شروطه وبده تسوية تأمن استمراريته على الولاية القادمة. نعم، شكرا لك أنا فادي كرم.